من بعد ما عرفنا القرعه ديال كاس افريقيا وعرفنا المنتخب ديالنا المغربي مع من جا يجي في الجروب اف مع المنتخبات ديال تنزانيا وزامبيا والكونغو الديمقراطي. في هذا الفيديو غادي نديرو توقعات على شكون اللي غادي يدوز الادوار الاقصائيه وشكون اللي غادي يدي كاس افريقيا، ولكن قبل ما نكملوا الفيديو نخليكم مع الانترو. فالتوقعات غادي نعتمدوا على هذا الشيء اللي قدامنا باش نقدروا نطراسيو فيهم التوقعات اللي غادي نديروا. عندنا المجموعه الاولى اللي فيها الكوت ديفوار، نيجيريا، وغينيا الاستوائيه وغينيا بيسا. انا كنرشح الكوت ديفوار هي اللي تدوز الاولى بحكم انها هي البلد المنظم وعندها واحد الميزه ديال الارض وجمهور. وباش غادي نديروا التوقعات ديالنا غادي نعتمدوا على التصفيات ديال كاس افريقيا اللي دازوا في 2023. نيجيريا دازت في التصفيات ديال كاس افريقيا هي الاولى في الجروب ديالها، اما غينيا الاستوائيه وغينيا بيساو دازوا هما الثاني. دونك انا كنتوقع ان التكلاس الاول هو الكوت ديفوار، المرتبه الثانيه نيجيريا، المرتبه الثالثه غينيا الاستوائيه، والمرتبه الرابعه غينيا بيسا. الجروب بي عندنا مصر وغانا والراس الاخضر والموزمبيق. في التصفيات ديال كاس افريقيا دازت مصر هي الاولى ب 15 نقطه، وغانا حتى هي دازت الاولى ب 13 نقطه. اما الراس الاخضر والموزمبيق دازو هما الثانيين في الجروبات ديالهم. دونك انا كنتوقع ان مصر تكلاس الاولى، غانا تكلاس الثانيه، الراس الاخضر تكلاس الثالث، والموزمبيق الرابع. في الجروب سي عندنا السنغال والكاميرون، غينيا وغامبيا. في التصفيات السنغال دازت هي الاولى في الجروب ديالها، اما الكاميرون وغينيا وغامبيا دازو هما الثانيين. دونك انا كنتوقع اللي غادي تدوز الاولى هي السنغال تبعها الكاميرون، وفي المرتبه الثالثه غينيا، وفي المرتبة الرابعة غامبيا. في الجروب دي عندنا الجزائر وبوركينا فاسو، موريتانيا وانغولا. الجزائر دازت هي الاولى في الجروب ديالها ب 16 نقطة، وحتى بوركينا فاسو دازت هي الاولى في الجروب ديالها في التصفيات، اما موريتانيا وانغولا دازو هما الثانيين في الجروب ديالهم. فانا كنتوقع ان الجزائر دوز هي الاولى تبع بوركينا فاسو، وفي المرتبة الثالثة انغولا، وفي المرتبة الرابعة موريتانيا. في الجروب او عندنا تونس، مالي، جنوب افريقيا وناميبيا. تونس ومالي دازو هما الاولى في الجروبات ديالهم في التصفيات، اما جنوب افريقيا وناميبيا دازو هما الثاني. والتوقع ديالي لهذا الجروب جنوب افريقيا تكلاس هي الاولى، وهنا غادي يكون واحد الاختيار صعيب بين تونس ومالي، ولكن انا غادي نرشح تونس حيت عندهم واحد الذره ما يمكنش. فانا غادي نكلاسي تونس هي الثانيه تابعه مالي هي الثالثه وناميبيا هي الرابعه. في الجروب اف اللي فيه المنتخب ديالنا المغربي والكونغو وزامبيا وتنزانيا، في التصفيات المغرب والكونغو وزامبيا دازو هما الاولين في الجروبات ديالهم، اما تنزانيا فدازت هي الثانيه. والتوقع ديالي لهذا الجروب هو ان المغرب غادي يدوز هو الاول، في المرتبه الثانيه زامبيا، في المرتبه الثالثه الكونغو الديمقراطيه، وفي المرتبه الرابعه تنزانيا. ندوزو دابا لدور التومون. التومون غادي تلقى الجزائر مع احسن ثالثه في الجروبات ديال دي او و اف، واللي كنتوقع تكون هي مالي. دونك تتلاقى الجزائر مع مالي، اللي كنتوقعها غادي تدوز الجزائر. من بعد غادي تتلاقى نيجيريا مع الكاميرون، وكنتوقع ان نيجيريا هي اللي غادي تدوز. من بعد مصر غادي تتلاقى مع احسن ثالثه في الجروبات ديال A C و D، اللي كنتوقع تكون هي غينيا الاستوائيه. دونك مصر ضد غينيا الاستوائيه كنتوقع ان مصر هي اللي غادي تدوز للربع. هنا غادي تتلاقى المغرب ضد تونس اللي غادي يكون ديربي خطير، كنتوقع ان المغرب هو اللي غادي يدوز. اما من بعد غادي تجي زامبيا ضد غانا، اللي غنتوقع ان غانا هي اللي غادي تدوز. من بعد غادي تلاقى الكوت ديفوار ضد احسن ثالثه في الجروبات سي دي او، اللي مالي دازت، اتبقى لينا غينيا وانغولا. انا كنتوقع ان غادي توقع المفاجاه وغادي تدوز انغولا كاحسن ثالثه. دونك غادي تلاقى الكوت ديفوار مع انغولا، اللي كنتوقع بطبيعه الحال غادي تدوز الكوت ديفوار. اما من بعد غادي تلاقى السنغال ضد احسن ثالثه في الجروبات او بي و اف، اللي بقى منهم غير الراس الاخضر. دونك كنقول ان السنغال اللي غادي تدوز ضد الراس الاخضر. واخيرا عندنا الماتش ديال جنوب افريقيا ضد بوركينا فاسو، اللي غادي يكون ماتش نار وغادي يكون شاعل، اللي كنتوقع فيه ان الجنوب افريقيا اللي غادي تدوز. ندوزو للربع. الربع غادي تلاقى نيجيريا مع الجزائر. نيجيريا عندهم واحد التيسانه قويه، وكنتوقع ان نيجيريا اللي غادي تدوز على حساب المنتخب ديال الجزائر، وسمحوا لنا اخاوتنا. الماتش الاخر عندنا مصر ضد المغرب، اللي ما عرفتش علاش المغرب ديما كيطيح مع مصر في الربع بالضبط. اللي كنتوقع اننا غادي نفكوا داك العقده اللي درتنا مصر في كاس افريقيا وغادي ندوزوا للنصف. والماتش الاخر عندنا غانا ضد الكوت ديفوار، اللي كنتوقع ان الكوت ديفوار البلد المنظم هو اللي غادي يدوز للنصف النهائي. اما السنغال ضد جنوب افريقيا فكنتوقع ان السنغال اللي غادي تدوز بحكم التجربه اللي عندها في كاس افريقيا، وبحكم
اللعابه الكبار اللي عندنا. ندوزو للنصف، والنصف غادي يكون شاعل ديال بصح. عندنا المغرب ضد نيجيريا اللي كنتوقع ان المغرب اللي غادي يدوز ان شاء الله، والسنغال ضد الكوت ديفوار اللي كنتوقع ان السنغال اللي غادي يدوز، واخا ان كوت ديفوار هي البلد المنظم وداكشي. دونك كنتوقع السنغال هي اللي غادي تدوز مع المغرب للفينال. دونك الفينال كما كتشوفوه غادي يكون المغرب ضد السنغال، فبلا شك غادي نحققوا ان شاء الله كاس افريقيا، الحلم اللي 48 سنه ما حققناه غنحققوه ان شاء الله في هذه النسخه، وغادي نديو داك كاس افريقيا. دونك كنتوقع ان المغرب اللي غادي يدي كاس افريقيا 2024 كوت ديفوار. واحد الحاجه مهمه هو ان التوقعات ضروري ما غادي تكون واحد العنصر مفاجاه، واحد الفرقه غادي تخرج لك من الجنب وتقدر توصل لادوار نهائيه، ولكن حنا دابا كندوب بالمنطق وكنتوقع انا بالمنطق. فكانوا ما هادو التوقعات ديالي، قولوا لي نتوما التوقعات ديالكم وشكون اللي يقدر ياخذ هذه النسخه ديال كاس افريقيا. وهذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، وهذا ما كان. تشاو.